أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم، برنامج أنا مصري، متعدد الفقرات. وكما وعدناكم إن احنا إن شاء الله لينا في كل حلقة لقاء متجدد. فاليوم هنتكلم في الفقرة الأولى عن مجموعة من الشباب من النماذج المصرية في إحدى كرة الصعيد. قبل ما ندخل في التفاصيل، دعوني أرحب بضيوفي الأستاذ محمد بهلول محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا دكتور. والأستاذ أحمد زهير حسين. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، شرفتونا والله ونورتم برنامج أنا مصري. أستاذ محمد، إحنا سمعنا أن حضرتك ليك مبادرة كويسة جدا جدا في كرة ونجوع الصعيد، وبالتحديد مركز بني مزار محافظة المنيا. يا ريت حضرتك كده تشرح لنا فكرة المبادرة دي عبارة عن إيه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة مش مبادرة شخصية مني، المبادرة مبادرة من أهل البلد وشباب البلد، الناس المحترمة اللي بتدعم أي فكرة خير. بفضل الله طبقنا بعض الأفكار اللي طرحت عندنا في القرية، وأطلقنا مبادرة اسمها أبطوجة غدا أفضل. مش إن شاء الله مش أفضل على المركز أو المحافظة، إن شاء الله على إيه مستوى أبطوجة بس مهم. معلش أبطوجة قرية. قرية تمام. قرية أبطوجة مركز بني مزار، تعد من أقدم القرى في مركز بني مزار. تمام. باختصار، لا تربطنا بالحكومة سوى المدرسة والجمعية الزراعية. تمام. ما عندناش أي، لا عندنا صرف صحي ولا غاز، ما عندناش وحدة صحية أو وحدة بيطرية أو مركز شباب. طب تعداد سكان القرية دي قد ايه مثلا يعني؟ تعداد السكان قرية أبطوجة تقريبا 15,000 نسمة. يعني قرية كبيرة على كده؟ قرية كبيرة تضم تقريبا 22 عائلة. تمام. ما عندناش أي خدم، قرية مهمشة. تمام. فإحنا بنطالب الجهات المسؤولة في البلد إن تدعمنا بأفكارنا علشان فعلا نكون أبطوجة غدا أفضل، وإن شاء الله هنكون أفضل على مستوى الجمهورية بتعاون أهل البلد، الناس اللي وقفت معنا وحمستنا وبتأيدنا. لهم مني جميعا كل الاحترام والتقدير. فأناشد جميع المسؤولين، خاصة وزير التربية والتعليم، مدرسة أبطوجة معالي الوزير وصل استعداد الطلاب فيها إلى 65 طالب. عندنا عجز في المدرسين، المدرسين بيدوا بأجر رمزي أو أحيانا تطوعي. تمام. فياريت بنطلب الوزير برضو يدعمنا بالمدرسين، لأن أهم شيء في مصر التعليم. فياريت يدعمنا. وأطالب أيضا وزير الأوقاف، يعني رقم واحد مثلا نقول كده أن أنت موجه وزير رسالة لمعالي وزير التربية والتعليم. طبعا هي عموما يعني موضوع عجز المدارس ده على مستوى الجمهوريه كلها، بس طبعا احنا بنناشد طبعا السيد محافظ المنيا والسيد وزير التعليم برضه بايه، بمراعاه مركز بني مزار قريه أبطوجة. تمام تمام علي. مدرسه ايه، ابتدائي هي ولا اعدادي ولا ابتدائي ولا اعدادي؟ مجمع. تمام. عندنا نقطه تانية معالي وزير الاوقاف. الاوقاف محاوطه جميع القريه من جميع الجهات، بالتالي ما عندناش لا صرف، لا مركز شباب، لا وحده بيطريه، ولا يعني وحده صحيه. يعني ملخص الكلام استاذ احمد ان القريه محرومه من جميع الخدمات. محرومه من جميع الخدمات. طيب ردود فعل الاهالي ايه؟ ردود فعل الاهالي بالجهود الذاتيه، اشترينا قطعه ارض وقدمنا ومستنيين الموافقه من المحافظه. قطعه ارض للصرف ولا الايه؟ قطعه ارض للصرف الصحي. تمام. أهل الخير برضو متبرعين جزاهم الله خيرا بقطعة أرض علشان نبني عليها وحدة صحية للبلد. تمام. فإحنا بنناشد المسؤولين إن يقفوا معانا ويدعمونا علشان نعرف ونقدر نحقق أهداف الأفكار وأهداف أفكار الشباب، أهداف أهل القرية مهمشين. فالحمد لله بفضل الله وبفضل شبابها وبفضل الناس المحترمين قدرنا نطبق بعض الافكار، وياريت بعض الافكار اللي طرحناها على معاليكم ياريت تهتموا معانا، ياريت
ان شاء الله طبعا رسالتك توصل للساده المسؤولين. يعني انت حضرتك اللي فهمت ان انت اشتريت قطعه ارض وخصصتها للصرف، اهل الخير. اه فعلا اهل الخير وخصصتها لايه؟ للمصحه، للصرف الصحي ومستناه. وفي قطعه ارض تاني مقدمين ان شاء الله نقدم طلب علشان نبنيها وحده صحيه. تمام. النقطه المهمه معاليك، اناشد وزير الاوقاف يخصص لينا حتى لو بالجود الذاتيه من اهل البلد قطعه ارض، لاني زي ما ذكرت لكم ان معظم الاراضي الزراعيه تبع الاوقاف. لو معاليه تكرم ويخصص قطعه ارض نبني عليها وحده صحيه، وحده بطريه، مركز شباب للقريه، ونشتريها ويشتروها اهل القريه بجوده الذاتيه. تمام. يا ريت نهتم بالموضوع ده، لاني تقريبا اقدم قريه على المركز ومهمشة. يعني من جميع القرية تعدادها 15,000 ومحرومة من الخدمات، دي مشكلة كبيرة. يعني 15,000 انت بتتكلم في رقم كبير، يعني المفروض جميع الخدمات على الأقل تكون متوفرة. طيب انت كنت اتكلمت عن بعض المشاريع اللي انتوا الشباب شاركتوا فيها وأهل القرية، عبارة عن يا أستاذ أحمد مثلا المشاريع اللي الشباب تعاون فيها دي؟ أستاذ محمد جزاه الله خيرا، ساعة في نشر في صفحة طبتوجن غدا أفضل، اللي هو السوق المباشر، وعرض فكرة منذ سنة اللي هو المجلس العرفي، لسه ما تعملش طبعا. ده عبارة عن ايه بقى المجلس العرفي ده؟ المجلس العرفي ان شاء الله احنا زي ما ذكرت احنا 22 عائلة في القرية. تمام. ان شاء الله هينوب كل قرية 2-3 من كل عائلة، بناء هيتقسم مجموعة خاصة بالصلح والمنازعات، نحد من المشاكل بين الناس. تمام. نحد من المشكلة قبل ما توصل للمركز أو النقطة. مجموعة خاصة بالخدمات العامة، أي مصلحة أو أي خدمة عامة للبلد المجموعة الثانية اللي هي متكفلة بها. تمام. هي والله فكرة جميلة جدا، وبتمنى أنها تطبق وتطبق في جميع كرة ونجوع مصر. يعني أنت عايز تعمل مجلس عرفي من مجموعة مثلا من شيوخ العائلات أو القبيلة، أي تنازع أو أي حتى مشكلة زي اللي بتكلم فيها الصرف أو أي مشكلة في القرية. تمام. بيكونوا هم الإيه أو حتى جمع تبرعات أو أي حاجة. إن شاء الله إحنا هنقدم إن شاء الله كده جمعية التنمية للمجتمع. إحنا عايزين جمعية إن شاء الله هتبقى من ضمن المجموعة اللي في الجلسة العرفية، زي ما مجموعة من المجلس العرفي اللي يختار على طريق على معظم العائلات، مجموعة فيه خاصة بالصلح والمنازعات، مجموعة خاصة بالخدمات العامة، مجموعة خاصة بجمعية تنمية للمجتمع اللي إن شاء الله هنقدم طلب فيها، ونتمنى الاهتمام معنا والمساندة معنا. طيب الثمره بقى، انا عايز اعرف الثمره بتاعتكم بقى ايه؟ في ثمره على ارض الواقع قدامك حاليا لقيتها من الجهود اللي انتوا بتعملوها دي؟ طبعا حاجه عظيمه جدا، يعني لما بالذات في الصعيد نشوف الافكار الجميله دي تطبق، ده بتبقى حاجه كويسه خالص. يعني بفضل الله احنا في قريه فعلا مهمشه من كل شيء، بس تحتوي على ناس بمعنى الكلمه اهل طيبه واهل كرم. اول ما قعدنا كان بدايه الفكره ان الاجتماع على الصرف الصحي والغاز. بفضل الله في الاجتماع نفسه تبرع أخ فاضل بجزء من قطعة الأرض علشان نقدم طلب لوحدة صحية عليها. فكرة السوق كانت أسرع فكرة طبقناها بفضل أهل الخير وأفكار أهل بلدنا، قدر يحقق في تاني موسم تاني أسبوع أكبر كمية تجمع الأسواق على مستوى مركز باني مزار. الكلام ده ما ببالغش فيه، اسألوا أي إنسان خارج البلد حضر السوق. يعني السبت بقى بطول عملت سوق مثلا عندكم كده بالجهود الذاتية كده برضو؟ تمام كويس خالص. فالشباب أوجه كلمة لأهل بلدي الناس المحترمة، يا ريت نتعاون مع بعضينا، يكون إيدينا متكاتفين مع بعض. احنا بنتعاون على البر والتقوى، مبادرة السيد الرئيس بيدعم الشباب. أي شاب عنده اقتراح أو فكرة عامة، السيد الرئيس، مجلس الوزراء، أي جهة سيادية في البلد بتدعم أي شاب عنده أي اقتراح أو فكرة أو خدمة عامة تفيد البلد.
فياريت نتكاتف مع بعضينا، ياريت أي حد عنده فكرة زي ما ذكرته في إحدى الفيديوهات عندي يتفضل معانا يعرض فكرته، وإن شاء الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الدكتور عبد العاطي سبب إن نوصل للمكان ده والمنبر ده، إن شاء الله عندنا أمل هنوصل لمعالي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. فياريت نتكاتف حتى نكون رئيس الجمهورية كمان بيشجع الشباب اللي أمثالكم كمان يعني أصحاب الأفكار، لأن ده كل ده بيعتبر تطوير ونهضة. مثلا لما نبتدي بقرية ده حاجة جميلة خالص. طب دور المحليات معاكم إيه طيب؟ المحليات لكل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ حلمي رئيس مجلس قروي شلجام، ما قصرش معانا. رئيس نقطة أبو العباس الله يرحمه، توفى أول أمس، كان له دور فعال. رئيس مركز شرطة بني مزار، الناس وأطالب برئيس مركز شرطة بني مزار إن يدعمنا بالأمن في سوق السبت بأبطوجة، رجاء تمام إن يدعمنا ونقف مع بعضنا ونتكاتف حتى نصل إلى الهدف الذي نريده. أنت بتوجه رسالة للسيد مأمور مركز بني مزار، تمام؟ تمام تمام. طيب يعني في نقطة بس كده أستاذ أحمد عايز أتكلم معاك فيها، بالنسبة للمحليات مجلس المدينة يعني في خطوات مثلا أو في أفكار أنت عرضتها عليهم ومثلا بدروا بحلولها ولا في إيه بالظبط؟ دكتور إحنا طبيعة البني آدم عنده فكرة ممكن ما يتحركش من مكانه مجرد بيعرض اقتراح، علشان يوصل لجهة أو يتعب لجهة حكومية تنفذها صعب جدا. تمام. بمعنى أنا عندي اقتراح أو فكرة ممكن أعرضه على أهل البلد، لكن ما مشيش قال لي وديني أعمل برنامج أو قال لي وديني للمسؤول المجلس المحلي أو مجلس المدينة أو أي جهة حكومية، لا. إحنا نجرب، عندي فكرة أروح لرئيس المجلس المحلي أشوف رد الفعل، رئيس المجلس القروي، أروس رئيس المباحث، للمحافظ، للوزير، نوصف أهم شيء فكرتنا توصل للجميع. فما باش حضرتي في البيت وأطرح أفكار نفعت الفكرة أنا صاحبها، ما نفعتش الفكرة هنشوف انتقادات كتير جدا، وده اللي بيحدث اللي حصل واللي بنشوف. طب والشباب وتطوع الشباب عندك؟ اللي شجعنا على الشباب اللي في الموضوع فكرة أبطوجة غدا أفضل الناس المحترمة، أنا لا أستثني أحد، قرية أبطوجة كبيرا وصغيرا مسلم ومسيحي كلنا متكاتفين كلنا ايد واحده، مفيش فرق بين اي انسان فينا، وان شاء الله بكم أبطوجة غدا افضل ونتكاتف مع بعضنا حتى نكمل ما نحن عليه. تمام. طيب كلمه اخيره بقى انت تكون عايزها كده من الساده المسؤولين او رساله صريحه كده. رساله صريحه كما ذكرت اول البرنامج، نحن قريه تعد من أقدم القرى على مركز بني مزار، لا تربطنا بالحكومة سوى المدرسة والجامعات الزراعية. أطالب عمل وحدة صحية، عمل جمعية تنمية، عمل بريد بالقرية، عمل مركز تدريب بالقرية، أناشد المسؤولين وجميع الجهات الحكومية المساندة معنا. تمام. كما أذكركم أناشد وزير الأوقاف أيضا بقطعة الأرض التي يتوفر عليها فيما ذكرنا، ويوجد عندنا إحدى المساجد مساحته على 500 متر تقريبا، أناشد وزير الأوقاف يتقبل الطلب اللي قدمناه خاص بالمسجد فيه تشققات، من أقدم قرى من أقدم المساجد على مستوى مركز بني مزار وأقدم المساجد في القرية بتصدعات وشقوق، فياريت يلبي طلبنا إما بتكفل الوزارة بالبناء بذات المسجد أو البناء تجنبا لما يحدث، وإما بالجهود الذاتية بأهل البلد. تمام. أنا كمان من منبر برنامج أنا مصري، وطبعا يعني أنا مصري، إحنا كلنا بنفتخر إن إحنا مصريين. أنا واحد من الناس بفتخر بالشباب أمثالك اللي بتحاول دايما تطور من القرية بتاعتها. طبعا المشكلة عندك إن أنت عندك مشكلتين، أنا من رأيي إن هم أكبر مشكلتين القرية بتعاني بيهم، يعني تعداد قرية يوصل 15 ألف مواطن،
عندك مثلا مشكله الصرف الصحي، ودي اهم مشكله، ومشكله التعليم. المشكلتين دولت يعني انا بوجه نداء للساده المسؤولين بسرعه حل المشكلتين دولت بقريه ابطوجه مركز بني مزار محافظه المنيا. وطبعا انت شرفتونا ونورتونا في برنامج انا مصري، وبشكرك يا استاذ محمد، وبشكرك يا استاذ احمد، واهلا بكم في برنامج انا مصري. اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونواصل معكم فقرات برنامج انا مصري مع اطفال من في برنامج انا مصري موهوبين، مع اعلاميه صغيره الاعلاميه مريم عبد العاطي، ومع نجمه البحيره الطفله الموهوبه في الغناء الفنانه خلود مصطفى. فاصل ونواصل معكم فقرات برنامج أنا مصري. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، نواصل معكم فقرات برنامج أنا مصري. معانا طبعا مواهب هتستمتعوا بيها. معانا الإعلامية الصغيرة مريم عبد العاطي البربري. أهلا بك يا مريم. ميحة. تمام يعني مريم؟ مريم طبعا بتتكلم اللغة اللبنانية طبعا بتعشقها طبعا. معانا طبعا المطربة الصغيرة اللي هتستمتع بغناها شيء رائع جدا جدا، الفنانة خلود مصطفى. أهلا بك يا خلود. الحمد لله كويس. نورت برنامج أنا مصري يا خلود. نور بك. ومعانا طبعا الفنان والمطرب والموسيقار والملحن الكبير الفنان وجيه جنديل. اهلا بحضرتك يا استاذ وجيه، نورتنا والله وشرفت البرنامج، واحنا سعداء جدا جدا بلقاء حضرتك. انا اسعد. طبعا نشوف معانا كده الموهبه الاولى في تقديم البرامج الاعلاميه مريم عبد العاطي، هي اللي هتتولى طبعا حلقه اليوم، وهي اللي هتقدم مطربتنا الكبيره الفنانه خلود. اتفضلي يا ست الكل مريم. مرحبا، كيفكم اليوم؟ البيت راح يكون عن معي موهبة كتير كتير بتغني أغاني جميلة، وإن شاء الله راح تعجبكم. بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت والإشارات، لا تنسوا تضغطوا الجرس مشان يسكن كل جديد من فيديوهاتنا، ولا تنسوا تحملوا مريم إلى مليون مشترك، لا تنسوا تضغطوا الجرس مشان يسكن كل جديد من فيديوهاتنا. ويلا نبلش. أول شي بدنا نتعرف على اسمك. اسمي خلود مصطفى أمين. تمام. وين عايشة؟ محافظة البحيرة بحوش عيسى. قديش عمرك؟ 13 سنة. في سنة كام في الدراسة؟ في الصف الأول الإعدادي. تمام. بدأتي في الأغاني وأنت عمرك قديش؟ 9 سنين. تمام، كتير حلو. في حدا ساعدك؟ أكيد الأستاذ الفضيل الأستاذ وجي أنديل، والمايسترو أسامة علام، والمايسترو إيهاب مبروك. تمام. شو حابة تسمعينا؟ يا ريت لو تسمعينا أغنية عن مصر الجميلة والعظيمة. أقول أغنية عن مصر أم الدنيا. تمام. وحدتنا الوطنية سماح وسلام.
حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي معلية حياتي يا بلدي. الله يا حبيبتي الله 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 عليك الله. فخلود يعني انا نفسي عايز اسالك حاجه بس في المدرسه بتقدم لك حاجه بالنسبه للفن بتاعك دي او الموهوبين معاكي في المدرسه سواء في الشعر مثلا او في الادب او في التمثيل او في الغناء موفرين لك مثلا الامكانيات دي في المدرسه ولا مفيش حاجه من ده؟ او موفرين لي يعني عندنا مثلا في المدرسه زي مستر احمد تمام هو بيدينا برضو موسيقى في المدرسه في حصص تمام تابع طبعا انت الاداره التعليميه في شعيسه صح؟ اه تمام. مستر احمد ده يبقى تخصصه ايه بقى؟ موسيقى برضو بيجي يعني مدرستنا ويدربنا على اغاني ونعمله حفلات. طب كويس خالص خالص يعني في المدارس برضو تطوير اهوت ومساعدات. طب يا خلود انت شاركت في اي حفلات قبل كده مثلا تبع الاداره مثلا التعليميه وكده؟ زي حفلات عيد الام وحفلات يعني عيد الايتام. تمام. في المدرسة. طيب انت يا خلود امنيتك توصلي لفين يا بابا؟ انت بتتمنى ايه؟ احلامك ايه؟ يعني ان انا اكون فنانة كبيرة. فنانة كبيرة؟ اه. يعني فنانة كبيرة تشرفي مصر ولا فنانة كبيرة؟ اكيد اشرف مصر. لا ان شاء الله انت هتشرفي مصر بصوتك الجميل ده باذن الله. طب يا خلود انت حابة تسمعينا ايه بقى اغاني مثلا من الزمن الجميل؟ اسمر يا سمارة. اسمر يا سمارة، ايه رايك يا لون خفيف لونها؟ ها؟ كتير منيح. طيب نسمع اسمر اسمر. اسمر يا سمرة يا بدم خفيف حبيتك يا سمر وانا قلبي ضعيف. اسمر يا سمرة يا بدم خفيف حبيتك يا سمر وانا تسمعينا بقى حاجه ايه لام كلثوم مثلا كده يعني في اغنيه جميله لام كلثوم مثلا اغنيه على بلد المحبوب. تمام. Thank you.
الله عليك يا خلود، روعة روعة والله يا خلود. طب ايه رأيك بقى نسمع حاجة كده من الفنان بتاعنا بقى الموسيقار الأستاذ وجيه؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيك يا أستاذة مريم؟ طب نحب نسمع ايه؟ أنا رأيي كده أحب أسمع حاجة كده لعبد الحليم حافظ، فريد الأطرش. حاضر. فريد، فريد تعرفه فريد؟ طيب تمام، يا ريت بقى أستاذ وجيه تسمعنا حاجة كده على ذوقك. عبد الحليم وفريد طبعا. طيب يا ريت بقى نسمع حاجة بقى ايه على ذوقك كده ايه قبل ما نختم كده الحلقة إن شاء الله. شبل من ذاك الاسد ما شاء الله والله امتعتنا قلنا دويتو كده احنا مش لوحدي بقى روعه فوق الجمال والله والروعه. طيب احنا بقى بعيد عن الطرب بقى وبعيد عن الاغاني نفسي اسالكم بقى كل واحده فيكم بتحلم ايه تكون ايه؟ انت بتحلمي تكون ايه يا مريم كده؟ رائده فضاء عالميه. ما شاء الله ما شاء الله. عايزه بقى ايه تشتغل مع وكاله ناسا بقى في الفضاء كده صح؟ الشمس والقمر والنجوم والفلك بقى والمجرات والحياة دي كلها وإعلامية طبعا. وانت بقى يا خلود بقى نفسك تبقى ايه بقى؟ نفسي اكون دكتورة. تمام. نفسي اكون فنانة كبيرة خالص. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله ربنا بعونه وتعالى يحقق لكم كل الاماني. وانا كمان بدي اسمع منك اغنية بس ما حدا لسه تسمعها.
لعيونك انا هسمعك اغنيه لمصر. الله، انت بتقولي انا مصر العظيمه الجميله، سمعك اغنيه لمصر من كلماتي والحاني، واول مره تتغني. ماشي، دي مفاجأة بقى، ده كده مفاجأة بقى. احنا وبعدين بنحذر اي حد ياخد اللحن ده طبعا، يعني تحذير كمان. الله، روعك يا
يكرمك. روعه والله روعه. ده انت فكرتنا بالزمن الجميل. الله يكرمك والله ونعم الاغنيه في منتهى الجمال والروعه والله. انت كتير 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 اغانيك بتجنن وشكرا. وشو بدك تختمينا اليوم باغنيه ليل النبي؟ شكرا لك يا استاذ. شكرا يا قمر. وهيك كان الفيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم استمتعتوا به. لو حبيتوا لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت والاشارات. لا تنسوا تحملوا مريم الى مليون مشترك، ولا تنسوا تضغطوا على الجرس مشان يسكم كل جديد جهاتنا. وباي، بحبكم، باي.